والله أنا شايف إن الموضوع يعني ممكن يكون مفتعل، ممكن الموضوع يكون له أغراض أخرى، بس أنا شايف إن هو الموضوع فعلا كبر زيادة عن اللزوم. يعني والله هو الموضوع فعلا خد أكبر من حجمه، يعني مشكلة بسيطة بتحصل في أي مكان وفي أي بيت وفي أي منطقة، ودايما الصعيد فيه مشاكل، بس الموضوع ده بالذات أخد أكبر من حجمه عشان يغطي على مشاكل تانية أساسية في البلد، مشاكل كتيرة جدا جدا أولى إن احنا نهتم بيها وأولى إن احنا نناقشها، ف يعني انتهى الموضوع كده اتقفل. يعني على فكرة احنا طول عمرنا مسلمين ومسيحيين، انا عمري كنا على فكره بنعيد عندهم وبيعيدوا عندنا، انا بتكلم على عليا انا شخصيا، مفيش واصدقائي لغايه دلوقتي مسيحيين، ما بحسش انهم مسيحيين وهم يعني احنا مصريين يا جماعه، احنا مصريين. في ناس بقى عايزين يعكروا الموضوع ده، شغالين على الموضوع ده ان يعكروا، يعملوا فتنه من ايام السادات وايام جمال عبد الناصر وايام حسني مبارك، عايزين يعملوا فتنه، لان الفتنه دي فرق تسد لما الناس بتتخانق مع بعض ويبقى بيحب يكرهوا بعض، فطبعا احنا نبقى نضعف في ناس معينه عايزانا احنا نبقى كده. دوامه بيشغلونا بيها عن حال البلد، عن مصلحه البلد، عشان نتوه نبقى دايخين، عاملين زي الفراخ الدايخه، مش عارفين مصلحتنا فين وحقنا فين. من واضح ان عباس كامل بيحاول ان هو يدور على فتنه كده في البلد، زي ايام ما كان حبيب العدلي موجود لما راح ضرب القناصه الفيدرالية في المنيا في 2008 تقريبا، واتهمها في الاسلاميين، مش دفاعا عن الاسلاميين ولا حاجه، اتهمها في الاسلاميين. النهارده الشؤون المعنويه بالقوات المسلحه، من واضح ان هي سكوتها يعني بتسكت وبتخترع اي حاجه فتنه طائفيه، من رغم ان الفتره اللي فاتت كان فتن كتير جدا، بس من واضح ان المره دي الشؤون المعنويه بتخطط وبتدبر حاجه تمام، اللي هي ازاي تعمل مخطط كبير تضرب بيها ما بين المسلمين وما بين المسيحيين. والله ممكن يكون احدث مثلا مشكله ما بين المسلمين والمسيحيين او كده، يعني ممكن يكون حاجه زي كده. والله اصحاب المصالح ممكن يستغلوه في انه فعلا يكون سبب من اسباب الفتنه الطائفيه في البلد. يعني الفتنه شغاله بيولعوا هنا ويولعوا هنا، لكن احنا مصريين مش هنتقبل كده. لكن بقول احنا مصريين المسيحي ده اخويا، انا كان اعز اصدقائي في الدنيا دي كان يونيل نصر الله يرحمه مسيحي. لا هم عايزين يعملوا كده باي شكل، عايزين يوصلوا البلد لكده، مش هتوصل لحاجه زي كده. من واضح ان النهارده المشهد اصبح واضح ان الشؤون المعنويه بالقوات المسلحه بتحاول ان هي تعمل فتنه في البلد.